انا استاذ كونغ فو، تنمرت كونغ فو من 2001، تنمرت كونغ فو وعندي الحزام الاسود من الدرجه الثانيه في فن الكونغ فو، وعندي الدرجه الثانيه في فن الفرابدو. وغنهضر لكم على واحد ان شاء الله واحد استعراض غيكون بمدينه الدار البيضاء نهار 10 اكتوبر ان شاء الله. دابا راه تنوجد ليه، حاليا تنوجد ليه، وشي تمارين شاقه شنقول لك شي ثلاثه المرات ولا اربعه المرات في النهار تندير التدريب، والتدريب الشاقه تنديرهم. وعندي تقريبا 50 دري 50 تلميذ تدربوا عندي في الصال، كان تقريبا شي 20 فيهم تا هو تيدرب على الشيء ديال تحتي، وعندي ابطال صغار 8 سنين 9 سنين 10 سنين تا هما تندربوا منيت على هذا الشيء. الله يرضي ان شاء الله. نويت باش نجر الترامواي، باش نجر تقريبا شي ثلاثه ولا اربعه الكيران، لا نجرب بظهري، عندي الصماتي نجرب بظهري ديالي ان شاء الله. نجر ثلاثه الحافلات من الحجم الكبير وغندوز بالركب ديالها ان شاء الله، ونزر شي ستة لي كات كات ديك رباعية تتافع في السنان ديالي، وان شاء الله غندوز 50 موتور على وجهي، وندوز 50 اخرى على كرشي ولا على ظهري، ممدد على الزجاج ولا المسامير الحادة ولا السيوف. انا علاش ما تيدخلش، انا تنخدم التدريب الشاقة. التدريب الشاقة اشنو هما ديك التدريب؟ تنخدم على لي زوب دومينو بحال الدراري دولي مثلا، تنخدم تنهز التيو 30 سيكوند ديال التيو تنبقى نضربهم فيما جاتو الضربه باش ما يحيد مثلا ذاك الخوف، فهمتي؟ والعصا على الكرش وعلى الظهر والركو، زعما بزاف التدريب الشاقه نيت وسميتو، تيكون عندنا تراكشن سميتو على الحجر وتيجريو في الجبل سميتو حفيان، زعما التدريب الشاقه نيت. انا قبل ما ندير عاد خصني ندير حركه تسخينيه وتندير التركيز الكونسونتراسيون، خصني نكونسون مثلا دابا بغيت نخدم المسامر، نوقف على المسامر خصني نركز مزيان باش ديك القوه ديالي كاع ديال الصحه ديالي خصها تهبط للرجلين، تنطلع ما يوقع لي والو، ولا بغيت نجر القوه ترجع للظهر، فهمتي؟ ولا يدوزوا على كرشي، كلشي القوه خصني تكونسونترا مزيان عاد ترجع على سميتو. انا يدنت في طلبات المجلس البلدي عندنا ما عمرو دعمني، و ديال بومندات ما عمرو دعمني، والسلطات ما عمرو دعموني. اخر حاجه تنقولها لهم، طبي تيتسوى 2 مليون باش يخدموا عليه الدراري ديالي الصغار مساكن، تخدموا على شي زرابه تيتجرحوا تيتكرفصوا الدراري ديالي، ولكن عييت معاهم باش نصرف المنطقه ديالي بومندات، ولكن بدون اذان صغيره.